أظن كلنا نحب نشوف معاقبة الغشاشين أو الناس اللي يستعملوا هاكر بالألعاب، لأنهم بيخربوا متعة اللعبة علينا وعلى أي حد بيلعبوا معاه. وأكبر دليل على أن بتحبوا تشوفوا الغشاشين عم يتعاقبوا بالألعاب هي فيديوهات التوب 10 عندي. كل الفيديوهات عن هالموضوع مشاهداتها فوق 1,000,000 ما شاء الله. بس هل سألتوا نفسكم شي مرة أنه ممكن حد يتهموه بالغش بالألعاب ويعاقبوه ويطلع مظلوم آخر شيء؟ فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 لاعبين اتهموهم انهم غشاشين ويستعملوا هاكر بالالعاب وعاقبوهم وبعدين طلعوا ابرياء. صدقوني رح يعجبكم الفيديو بشكل جدا كبير، فيلا خلنا نبدا. بس قبل أن نبدأ رح أعلن عن الفائز بآخر giveaway وأعلن عن الgiveaway الجديد. آخر giveaway كان على كرت شاشة RTX 3080 وكان على آخر فيديوهين توب 10، والفائز معنا هو علي DZX، إن شاء الله ألف مبروك. وهذا الفيديو برعاية Logitech وفي giveaway رهيب منهم. شركة Logitech تعتبر من أفضل الشركات الموجودة حاليا بالعالم المتخصصة بكل شيء له علاقة بالألعاب، من ماوسات إلى سماعات إلى كيبوردات وغيرها من قطع الألعاب. وأنا أصلاً معظم القطع اللي أستعملها بشكل يومي للجيمينج وصناعة المحتوى من شركة Logitech. وكمان شركة Logitech بتسوي كتير بطولات للألعاب أو الجيمينج بالعالم وبالشرق الأوسط، وحالياً مسوين بطولة جديدة بجوائز رهيبة وأي واحد فينا يشارك فيها إذا كنت من سكان دول الخليج، واللي هي بطولة G-Challenge 2021، بطولة بلعبة أسيستو كورسا للسيارات فينك تشارك فيها من بيتك. ولو عندك خبرة ولو بسيطة بألعاب السيارات أنصحك تروح وتشارك، لأنه الجوائز جدا رهيبة للمركز الأول والثاني والثالث. رابط التسجيل موجود بالوصف. والgiveaway هو على أفضل مقود قيادة للألعاب بالعالم Logitech G920 اللي فينك تستعمله على البي سي، البلاي ستيشن والإكس بوكس. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيه، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل فيه معاك. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة العاشرة عنا الستريمر البنت ميكا دايمي، واتهموها بالغش بلعبة فالورانت. ميكا كانت فاتحة بث وعم تلعب فالورانت، وكانت هي الوحيدة العايشة من فريقها، وفريق العدو ضدها 4 لاعبين. فاللي عملته ميكا هو انها طلعوا 2 قدامها، شالتهم الاثنين هيد شوت، بعدين قتلت الثالث، راحت شالت القنبلة وقتلت الرابع والاخير وفازت بالجيم. فالناس اخذوا هاللقطة وصاروا يتهموها انها هاكر من وراها، بالذات بالقتلة الثالثة. الحين اول قتلتين شالتهم هيد شوت بكل براعة، بس بالقتلة الثالثة السلاح عندها اجى على راس العدو بشكل غريب وقتل على طول. فالناس قالوا ايوة واضح انه ايمبوت، وصار الكل يتهمها انها غشاشة. واجوا ستريمرز ويوتيوبر مشاهير بلعبة فالورانت وصاروا كمان يتهموها انها هاكر. وهذا الشيء اثر على نفسية البنت بشكل جدا كبير، صارت تبكي باحد البثوث وقالت انه هي ساكنة بالفلبين، الانترنت عندهم جدا سيء، وتفتح بث على 30 فريم بس، والبث عندها دائما يعلق. وهو فعلا البثوث عندها فيها تعليق بسيط كل شوي، فباللقطة هي صار تعليق بسيط وبين كأنه ايمبوت او هاكر. بس ما صدقوها الناس وصارت الاتهامات عليها من كل مكان، لحديت ما طلعت شركة رايوت جيمز نفسها، الشركة يلي مسوية لعبة فالورانت، وبرأتها لميكا. قالوا الشركة انه نحن شفنا الجيم بلاي، شفنا اللقطات وشفنا الجيم، وتأكدنا انه ما كان في اي هاكر ولا ايمبوت بالموضوع. بالمرتبة التاسعة عنا كمان بنت اسمها جاغوري، واتهموها بالغش بلعبة اوفرواتش. مدري ليش الصراحة الجيمرز كل ما يشوفوا بنت لعيبة يتهموها بالهاكر او الغش. اللاعبة جاغوري كانت عضو بفريق دراجن، وكانت داخلة ببطولة للعبة اوفرواتش بكوريا الجنوبية، وكانت لعيبة ومحترفة بشكل جدا كبير، وهي السبب الرئيسي لفوز فريقها وتأهله للنهائي في البطولة. طبعا بعد أدائها الرائع اجوا فريقين من الفرق الخسرانة اللي لعبوا ضدها وقدموا عليها شكوى، وقالوا بالشكوى انها عم تستعمل هاكر ايمبوت ومستحيل لعبها طبيعي. متخيلين فريقين كاملين، كل فريق فيه 6 لاعبين، يعني 12 لاعب راحوا قدم عليها شكوى. وهاللاعبين نفسهم صاروا يكتبوا على الانترنت وعلى تويتر انه جاغوري غشاشة وتستعمل هاكر وشوهوا سمعتها. صار تقريبا كل لاعبين اوفرواتش بكوريا يتهموها بالغش. منظمين البطولة وشركة بليزرد اللي مسوية لعبة اوفرواتش
عملوا تحقيق ودوروا بالكمبيوتر تبعها وبحسابها وبكل شيء وما لقوا أي دليل على أي هكر أو غش. وبعدها جاغوري فتحت بث مباشر عم تلعب ساعة كاملة وحطت كاميرا عليها، الكاميرا فينك تشوف كيف عم تلعب والشاشة تبعها وكل شيء، وكانت عم تلعب بنفس الأداء الرهيب وواضح من الكاميرا أنه ما في شاشة ثانية أو ما في أي غش بالموضوع. فبعد هاي الدلائل أسكتت أي واحد قاعد يتهمها بالغش. بالمرتبة الثامنة عنا أحد أشهر محترفين لعبة Call of Duty Warzone الستريمر Mutex. Mutex معروف من زمان باحترافها للعبة Call of Duty وصار له تقريبا 10 سنوات يبث ويسوي فيديوهات للعبة. Mutex كان قاعد يلعب Warzone أحد الأيام وفاتح بث على تويتش كالعادة، وأثناء البث طلع الديسكتوب أو سطح المكتب على الكمبيوتر عنده بالغلط للمتابعين وطلع محمل برنامج اسمه Chronox، واللي ما بيعرف هذا برنامج لقطعة هاكر بتركبها على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس وبتعطيك إمبوت، يعني تطلق بسلاحك بأي مكان ورح تصيب العدو. طبعا المتابعين صوروا الشاشة من البث انه محمل برنامج الهاك ونشروها بكل مكان، وخلاص كان مستقبل هالستريمر على وشك انه ينتهي لانه هو مشهور باحترافه للعبة Call of Duty ولقوا عنده برنامج هاكر لCall of Duty. بس Mutex نزل فيديو يبرئ فيه نفسه وقال بالفيديو ان برنامج الهاكر Chronox كان محمله على البي سي يلي يبث منه مو اللي يلعب منه، وكان صح كان واضح بالبث انه على البي سي اللي فيه برنامج الهاكر ما في لعبة Call of Duty ولا Warzone. طيب السؤال الاهم، ليش محمل برنامج الهاك اصلا؟ قال انه من زمان قبل كورونا كانت بطولات Call of Duty تصير بمعارض، وبهالمعارض بيكون في معلقين وجمهور وكثير ناس، وكانوا مجبرين يلعبوا على البلاي ستيشن باستعمال يد تحكم بلوتوث، ولان في كثير ناس وهالناس كلهم معهم موبايلات فيها بلوتوث فهالشي كان ياثر على بلوتوث يد التحكم وبالتالي كانوا يواجهوا تاخير باللعب، فكانوا يتدربوا للبطوله بالبيت بدون اي تاخير ويروحوا ويلعبوا بالبطوله ويخسروا من وراء التأخير. فكان وقتها كل اللاعبين المحترفين يستعملوا برنامج Chronox أثناء التدريب قبل البطولة، لأن هالبرنامج بيعطي تأخير بسيط أثناء اللعب فبيلعبوا عليه وبيتعودوا على التأخير عشان وقت يروحوا على البطولة يكونوا متعودين على التأخير وما يجيبوا العيد. وطلعوا كتير من محترفين Call of Duty وأكدوا على كلامه. فبكل بساطة كان محمل هالبرنامج من وقتها ونسي يمسحه. وعشان يبرئ نفسه أكثر الستريمر Mutex بعد كل هالاتهامات فتح بث مباشر قاعد يلعب وورزون وكان في 5 كاميرات موجهة عليه من كل الاتجاهات وهو قاعد يلعب وجاب 40 قتلة بالجيم، ومستحيل انه كان عم بيغش لانه في كاميرات عليه من كل مكان. فبعد كل هالاشياء الناس اقتنعوا انه بريء وما كان قاعد يغش. بالمرتبة السابعة عنا اللاعب المحترف تايمو، واتهموه بالغش ببطولة للعبة Overwatch. لعبة Overwatch نزلت عام 2016، وأول ما نزلت كان في شخصية باللعبة اسمها Widowmaker. هالشخصية كان معظم اللاعبين يستصعبوا اللعب فيها إنه التحكم فيها جدا صعب. المهم بعد شهرين من نزول اللعبة شركة بليزرد أعلنوا عن أول بطولة احترافية للعبة Overwatch، واللاعب تايمو شارك بهالبطولة هو فريقة، وكان دائما يختار شخصية Widowmaker، الشخصية اللي صعب التحكم فيها وما كان حد يختارها بهداك الوقت، وتايمو أبدع بالشخصية بشكل جدا رهيب وبهدل الفريق الثاني لدرجة أنه صار يجي له اتهامات أنه غشاش ويستعمل هاكر من المنافسين ومن الناس بشكل عام، وصاروا اللاعبين يطالبوا منظمين البطولة بفتح تحقيق عن هالشي، وفعلا عملوا تحقيق وما لقوا لا هاكر ولا اي شيء. وبعدين اجا مدير الفريق اللي يلعب فيه تايمو وقال انه قبل يدخل تايمو على الفريق شافوا انه جدا لعيب بهالشخصية وكان مفكر انه هاكر، فجابه على مكتب الفريق وخلى تايمو يلعب على كمبيوتر اول مرة يشوفه، وظل ساعتين هو واعضاء الفريق يراقبوا لعبة وتأكدوا انه فعلا محترف ما في لا هاك ولا اي شيء. وفي احد المقابلات تايمو وقال انه يشعر بالفخر لانه من كثر ما هو لعيب صاروا يتهموه بالهاك. بالمرتبة السادسة تخيل انك عم تلعب لعبة معينة وعم تتابع يوتيوبرز محترفين يلعبوا هاللعبة وتحب هاليوتيوبرز ومتخذهم كقدوة لك في اللعبة، وبعدين تعدي الأيام وتجي لك الفرصة انك تلعب ضد هاليوتيوبرز وتدعسهم باللعبة ويصيروا ينادوك غشاش وهكر. هذا الشيء صار بالضبط مع محترف لعبة CSGO روبس. روبس لاعب CSGO محترف بس ما كان داخل بأي فريق ولا أي بطولات لأنه عمره صغير 15 سنة،
بس بأحد الأيام كان في بطولة للعبة CSGO وأحد الفرق المشهورة باسم نيكو كان ناقصهم لاعب، فأخذوا لاعب عشوائي من الجمهور كان مسجل اسمه على اللاعبين الاحتياط، وهذا اللاعب هو روبس. وانصدموا من لعبة كان ألعب من كل اللاعبين المحترفين هناك، فوقتها فريق نيكو اعتمد كلاعب أساسي بالفريق وصار يلعب بطولات دائما للعبة CSGO ويفوز فيها، ومن قوة لعبة واحترافه صاروا مشهورين بلعبة CSGO، يتهموه انه هاكر وغشاش، واسماء قويه بلعبه سي اس جو وناس جدا مشهورين. وفي مقابله مع الولد قال انه هدول الناس كانوا قدوه الي، كنت دائما اتابعهم واحبهم، والحين عم يتهموني اني هاكر وغشاش. Everyone was scared to play against me. I used to watch your frag movies and now you call me a cheater. How is that even possible? بعد سنه كامله من اتهامات الهاكر والغش، اجت منظمه اي سبورت قويه اسمها فيسيت، خلوا هذا اللاعب يسافر لعندهم ويلعب قدامهم، وتاكدوا انه مو هاكر ولا غشاش، ومن بعدها الاتهامات راحت. بالمرتبه الخامسه عندنا اللاعب اردس، واتهموه بالغش بلعبه فالورانت. من اول ما نزلت لعبه فالورانت من سنه تقريبا، في اكثر من لاعب انشهروا بشكل جدا كبير بين لاعبين اللعبة بسبب لعبهم واحترافهم. اللاعب أردس ما كان حد بيعرفه قبل نزول لعبة فالورانت، وبعد النزول انشهر بشكل جدا كبير بسبب احترافه، لدرجة انه دخل احد اكبر فرق الاي سبورت باوروبا، فريق G2، وصار لاعب أساسي بالفريق. بس مثل أي واحد ينشهر فجأة، صارت تنزل عليه اتهامات إنه غشاش وهكر، وكانت مجرد اتهامات ما ضرته أو أي شيء، لأنه ما في أي دليل على هالكلام. بس انتشر له فيديو من 3 سنوات وهو قاعد يتكلم مع شخص يبيع هاكات بلعبة CSGO، وكان قاعد يتناقش معاه على سعر الهاكر وكيف يشتغل وكذا. هذا الفيديو كان الضربة القاضية لأردس، اتهامات الهاكر صارت جدا قوية عليه لدرجة انه فريق G2 قاعد يفكر يطرده. طلع أردس وقال انه من 3 سنوات كان فعلا قاعد يفكر انه يشتري هاكر، بس ما اشترى، فقط راح وكلم البائع وتناقش معاه، بس بالاخير ما اشترى اي هاك. بس طبعا ما صدقوه معظم الناس، وكان شهر جدا صعب على أردس، كان مهدد انه يخسر كل شيء. بس اخيرا طلعت شركة رايوت جيمز، الشركة المصممة للعبة فالورانت، وقالت انه لا، ما له هاكر ولا غشاش، شيكوا على حسابه وشيكوا على لعبة وما لقوا اي دليل لاي هاك. في المرتبة الرابعة عندنا اللاعب سيمفوني، واتهموه بالغش أو الهكر بلعبة Call of Duty Warzone. اللاعب سيمفوني يعتبر من أشهر الستريمرز المحترفين بالوارزون على تويتش. بأحد الأوقات متابعينه صاروا يشكوا أنه قاعد يستعمل هاك، لأنه قاعد يسوي حركات غريبة أحيانا أثناء اللعب بتدل أنه عنده هكر إيمبوت. هكر الإيمبوت بCall of Duty أو أي لعبة ثانية بيخلي سلاحك يأيم على العدو بشكل أوتوماتيكي. فاللاعب سيمفوني وهو قاعد يلعب وفاتح بث، كان احيانا بس يقتل واحد بالوارزون يأيم على مكان ثاني على طول ويطلق، ويكون مكان فاضي وما في اي حد، وصار يسوي هالحركة اكثر من مرة. فهذا معناه انه عنده هكر إيمبوت، انه سلاحه عم يأيم بشكل اوتوماتيكي على مكان واحد ثاني ويبلش يطلق عليه. وصاروا كتير ناس من متابعينه وعلى تويتر وحتى ستريمرز مشاهير يقولوا انه واضحة انه قاعد يستعمل هكر الإيمبوت. بس الشيء الغريب هو انه بس سلاحه قاعد يقيم على أماكن عشوائية ويطلق، ما قاعد يقتل أي حد ولا قاعد يطلع إشارة إنه عم يصيب أي حد. عادة اللي بيستعمل هاكر الإيمبوت بيطلع إشارة إنه قاعد يصيب واحد أو شيء، بس سيمفوني ما قاعد يطلع عنده أي شيء. وغير كذا شركة Call of Duty بيعطوا باند أو حظر لأي واحد بيستعمل هاكر بالوارزون وبيطلع ببث مباشر، بينما سيمفوني صلى فترة طويلة وما إجا لباند. المهم بعد عدة اتهامات نازلة عليه وهو ساكت، طلع ستريمر تاني اسمه تيم ذا تاتمان، وهذا يعتبر من أشهر الناس بالعالم بلعبة الوارزون، وقال يا جماعة سيمفوني قاعد يستهبل عليكم، هو قصدا قاعد يسوي هالحركات ويبين انه عنده هاك عشان الناس يتكلموا عنه وينشهر. قال انا صاحبه واعرفه، هاي حركاته، يحب الاستهبال. He's baiting everyone and it's working. This man Sinfony gets a kill, right? And then flicks his wrist up to the sky and just shoots nothing in the sky. It's bait. And quite literally half of Twitter is falling for it. وفعلا طلع هالكلام صحيح. بعد شهر سيمفوني سوى فيديو على اليوتيوب
جمع فيه كل اللقطات وأثبت أنه ما قاعد يستعمل أي هاك، وصار يحط ردة فعل الناس اللي اتهموه أنه هاكر. والفيديو جاب فوق 3 ملايين مشاهدة، وأعداد متابعينه صاروا ضعف. فطلع هالموضوع كله تمثيل، والناس صدقوا، وحتى ستريمرز مشاهير صدقوا أنه قاعد يستعمل هاكر أو غشاش. بالمرتبة الثالثة عن اليوتيوبر ابن سوريا، واتهموه بالغش بلعبة ببجي موبايل. وأدري أنه بعضكم حاليا رح يعطي للفيديو ديسلايك أو ممكن يسبني بالتعليقات فقط لأني تكلمت عن هالموضوع، بس طولوا بالكم لا تعطوا الفيديو ديسلايك. خليني أشرح لكم. أول، اليوتيوبر ابن سوريا عليه لقب اللي هو ملك الدراما، لأن كل فترة يتخانق أو يصير مشاكل بينه وبين يوتيوبر ثاني. فمن وراء الدراما والمشاكل صار في يوتيوبرز ثانيين كبار يتهموه أنه هكر وغشاش بلعبة ببجي موبايل. فقلت خليني أشوف هل هو فعلا غشاش ويستعمل هاكر، وشفت عدة فيديوهات على اليوتيوب لناس عم بيحاولوا يبرروا ليش ابن سوريا غشاش. وبكل صراحة كانت كلها أسباب غبية، يعني مثلا هو قاعد يلعب كيف عرف انه في واحد رح يجي من هالمنطقة؟ ليش لما قرب على هالبيت رمى عليه قنابل؟ او مثلا قاعد يقيم بمكان معين وفجأة طلع في واحد بهالمكان؟ هذا الشيء ابدا ما بيدل انه واحد غشاش او قاعد يستعمل هاكر، لا، بكل بساطة بيدل انه عنده خبرة باللعبة. لما حد يلعب لعبة معينة لفترة جدا طويلة بصير عنده خبرة بهاللعبة، بيعرف انه هالاماكن ممكن يطلع منها ناس، بيعرف انه مثلا هالبيت ممكن في حد فبرمي عليه قنابل. هاي الخبرة بتجي مع اللعب لزيادة. ومسكوا عليه مرة انه محمل برنامج بيخليه يلعب بملفات لعبة ببجي موبايل على المحاكي على البي سي، وباستعمال هالبرنامج فينه يهكر اللعبة. بس بعدين برر وقال انه محمل هالبرنامج واظهره بالفيديو عشان تزيد الدراما وتزيد اتهامات الهكر عليه، وبالتالي تزيد مشاهداته. صحيح طريقة غير أخلاقية بس نفعت. وأصلا هو يلعب على الآيباد، والبرنامج اللي محمله كان على البي سي وما له أي تأثير على اللعبة في الآيباد. الحين أنا ما أعرف الرجال ولا بعمري تكلمت معاه والله، بس دائما أسمع اتهامات عليه بالهكر والغش. فقلت خلني أشوف وأتحرى بنفسي، وطلعت معظم الاتهامات من وراء دراما ومشاكل بينه وبين يوتيوبر ثانيين، بس ما في أي دليل عليها. الحين ممكن هو غشاش وممكن قاعد يستعمل هاك، بس إلى الآن ما في دليل قاطع إنه غشاش ويستعمل هاك. بالمرتبة الثانية عنا هالشخص اللي شايفينه على الشاشة حاليا. هالشخص اسمه دان إم، وهذا مو لاعب محترف اتهموه بالهكر أو الغش وطلع بريء، لا لا أبدا. هذا الشخص عنده قناة على اليوتيوب، وهو أكثر شخص اتهم لاعبين محترفين إنهم هاكر وطلعوا بعدين أبرياء. من سنتين سوى فيديو اتهم فيه لاعب CSGO محترف اسمه ستوي توكي، اتهمه إنه يستعمل هاكر الإيمبوت. من لقطة واحدة بأحد البطولات كان في قبل الدخان وراها واحد، وستوي أيم على رأس الواحد ورا الدخان بس ما طلق، وبعدين راح أيم على اليسار لأنه كان في واحد جاي من اليسار، فقعد يقول أيوة كان شايف هذا اللي ورا الدخان لأنه عنده هاكر، بعدين شاف هكر انه في واحد على اليسار راح وقتله. والفيديو جاب مشاهدات عالية وصارت اتهامات قوية على هاللاعب. بعدين طلعوا اسماء كبيرة نفس شراود وبرؤوه وقالوا اي واحد لاعب محترف بس يكون مكان فيه دخان او سموك من ايم عليه بشكل معين، بعدين في سماعة سمع انه في واحد جاب من اليسار فراح وقتله. هذا شيء جدا طبيعي وما بدل انه هاك. بعدين هذا اليوتيوبر دان ام سوى فيديو ثاني على لاعب محترف اسمه كولد زيرو، واتهمه انه عنده ايمبوت لانه دائما ما يقتل إلا هيتشوت. وبس هذه التهمة، ما عنده أي تهمة غيرها. وبعدها صار له سنتين كولد زيرو تجي عليه اتهامات بالغش والهكر دائما، بس بعدين اللاعبين برؤوه لأنه عم يشارك ببطولات عالمية، وبالبطولات كل مرة بيلعب على كمبيوتر جديد، فمو معقولة كل مرة بيروح وبيحمل هكر على السريع بدون ما حد يشوفه. وغير هيك بالبطولات في نظام جدا قوي بيمسك أي هكر على أي جهاز ولا مرة مسكه، فتأكدوا إنه ما له غشاش ولا هكر. ومرة ثالثة هاليوتيوبر دان إم سوى فيديو على اللاعب البرازيلي المحترف فولن، واللي يعتبر بطل العالم مرتين بلعبة CSGO. بس هالمرة الفيديو كان له تأثير جدا قوي لأنه هذا اللاعب كان عنده عداوة بينه وبين يوتيوبر برازيليين مشهورين، فاليوتيوبر هدوليك استغلوا الفيديو وصاروا ينشروه، وفعلا هذا اللاعب صار تجيله اتهامات جدا قوية انه هاكر وغشاش. بس بعدين طلعوا منظمين البطولات والشركة نفسها اللي سوت لعبة CSGO وبرأوه وقالوا ما لقينا اي دليل على اي هاكر بحسابه. بالمرتبة الاولى عنا محترف لعبة رينبو سيكس سيج اللاعب شايكو. شايكو كان لاعب جديد ولسه مو معروف كثير بين لاعبين لعبة رينبو سيكس سيج، بس في احد الايام كان عم بيلعب ببطولة واجا ضده اللاعب بينجيو.
بينجو هاد يعتبر ألعب واحد بالعالم بلعبة رينبو 6 سيج، وتشايكو قدر أنه يتغلب عليه هو وفريقه وبفارق جدا كبير. اللاعب بينجو اللي هو ألعب واحد بالعالم انصدم من هالشيء وقال مستحيل، وصار يتهمه أنه غشاش ومحمل هكر، وقدم شكوى رسمية عليه والمنظمين عملوا تحقيق، وبالتحقيق لقوا أنه كان عم يضغط على زرب الكيبورد، زرق له حركة باللعبة كان عم يضغطها بسرعة جدا كبيرة ومستحيل بشري يضغطها بهالسرعة، فقالوا أيوة هذا برنامج هاك، وعطوه باند من البطولة وطردوا فريقه من البطولة، وكل الأموال اللي جمعها من البطولات السابقة سحبوها منه. وغير كذا هذا اللاعب بينجو اللي هو ألعب واحد بالعالم اللي اشتكى عليه صار يطلع ويعمل فيديوهات ويحكي انه تشايكو غشاش وكذا، فخلى سمعته بالأرض. تشايكو ما اهتم لهالموضوع وصار يعمل بثوث وفيديوهات على اليوتيوب ويلعب ألعاب مختلفة منها رينبو، وكان أداء رهيب بكل الألعاب. وبعد سنتين من الباند أحد أعضاء الفريق اللي فيه تشايكو اللي تم طردهم قال عندي فكرة، خلنا نصور فيديو يكون فيه كاميرا على إيد تشايكو وخلي الناس تشوف سرعته بضغط الأزرار عشان يتأكدوا أنه من سنتين الباند كان ظلم. وفعلا صوروا فيديو، بالفيديو كان في برنامج معين بقيس سرعة الضغط وفي كاميرا وكل شيء، وبالفيديو طلع فعلا بيضغط الزر بشكل جدا سريع أسرع من البشر الطبيعيين. وأرسلوا هالفيديو لمنظمين البطولة بس ما اهتموا ولا أعطوهم أي وجه. بعدين حملوا هالفيديو على اليوتيوب وانتشر بشكل جدا كبير وصار في ضغط كبير على المنظمين، فالمنظمين شافوا الفيديو وعملوا تحقيقات زيادة وتأكدوا أنه فعلا الباند اللي أعطوه إياه من سنتين كان ظلم، وشالوا عنه الباند هو فريقه، ورجع وشارك بالبطولة وفاز وتأهل للنهائي. وبالنهائي كان عم يلعب ضد بينجو اللي هو ألعب واحد بالعالم واللي تسبب بحظره لتشايكو هو فريقه مدة سنتين، وتشايكو مسح فيهم الأرض لدرجة أنه كان آخر واحد عايش وعليه الفريق كامل وقتلهم كلهم. Shaiko is literally like the John Wick of Siege, man. Shaiko finds another Faith and that's smoke dead. Goga is all alone here. One versus four. Not even going to find the first one. If things quiet down, oh! He finds Pengu! What? What? وحالياً كثير ناس بيعتبروا تشايكو هو ألعب واحد بالعالم مو اللاعب الثاني بينجو. فإيه يا شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات مين أكتر واحد حسيتوه فعلاً انظلم. وبس كان معكم مشتركي إياه وشركة كيش، كم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.